الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونبرأ من الحول والقوة إلا إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور ما كان سنة، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والعياذ بالله. من صميم لؤي وأبطل الملة العوجاء لابن لحي، وكان للملة السمحاء خير ولي، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. عن موضوع طالما اعتنى به الإسلام، وطالما اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم، بل ونبه ووضع عليه نقاط. هذا الموضوع هو الجلوس في الطرقات، أو الجلوس في الصعودات، الطرقات أو الصعودات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يروي لنا حديثا يرويه عنه الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الصحابي أبو سعيد الخدري هو من أحد الصحابة السبعة الذين رووا أكثر من 1000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات، أو إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا منها بد، إنما هي مجالس نتكلم فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر. والسنة والرد واجب حينئذ. تقول السلام عليكم، لك الأفضلية على الذي قال وعليك وعليكم السلام. نعم، ورد السلام وجب على كل من جلس على قارعة الطريق، أن يرد السلام على من سلم عليه، وأن يكف الأذى، وأن يغض بصره عما حرم الله سبحانه وتعالى النظر إليه، لا سيما وهو في هذا الشهر الفضيل. لذلك يقول الشاعر: إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي نظري غض، وفي منطقي صمت، فحسبي إذن من صومي الجوع والظمأ، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي نظري غض، وفي منطقي صمت، فحسبي إذن من صومي الجوع والظمأ، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. لذلك لا تسمع إلى الكلام القبيح وأنت على قارعة الطريق، حتى في الأماكن العامة، ولا تنظر ببصرك إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، ولا تتلفظ بما حرم الله سبحانه وتعالى، لأن المولى عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول كذلك: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأين نحن من آي القرآن الكريم؟ أين نحن من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم العطرة؟ فرمضان جاء لتربية وتهذيب النفوس، ولم يأتي لنقول الكلمة المتداولة بين العوام: أني مرمضا، بين قوسين،
أني مرمضاً، ما معنى هذه الكلمة؟ فوالله لا أساس لها لا في الصحة ولا في الشرع. بالعكس، أنت في رمضان وجب عليك حينئذ، وجب عليك أن تهذب نفسك، وجب عليك حينئذ كما نقول أن تترزن وحدة عليك في رمضان، أن تتسامح، أن تتغافر، أن تنفق، أن وكذا وكذا وكذا، نقاط إلى ما لا نهاية. فإذا دخل عليك رمضان وخرج، وأنت حينئذ لم يغير فيك رمضان قيد أنملة، فأين هو الصيام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في معنى الحديث: من دخل عليه رمضان ولم يغفر له، في معنى الحديث الذي نزل عليه الأمين جبريل فقال: قل آمين، فقل آمين، قل آمين ثلاثا، قال: ما آمين؟ قال: من دخل عليه رمضان ولم يغفر له. ما الضامن لك أنك تعيش إلى رمضان القابل أخي المسلم؟ لا أحد إلا مولى عز وجل، لأنه هو الذي يعلم العمر ويعلم ما في الماء ويعلم الغيب. رد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذه الخاصية الأخيرة قلما أصبحنا نجدها في أمة النبي صلى الله عليه وسلم للأسف. قلما أصبحنا نجدها في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجد آمرا بمعروف ولا ناهيا عن منكر ولا ناهي ولا منتهي للأسف. الناهي قليل جدا، والذي يفعل المنكر غير منتهي عن فعله للأسف. إذا تصفحنا آية الكتاب الكريم وجدنا أننا نلنا الخيرية بقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الذي يأمر بالمعروف ربما نجده نعم، لكن لا يمتثل لأمره، لا يمتثل لأمره، نقولها بالدارجة يقول لك: خليني واش دخلك فيا، قالها بروحك، أنا مأمور ببذل النصيحة لك، أنا مأمور ببذل النصيحة لك، إن امتثلت فبها ونعمة، وإن لم تمتثل فالله سبحانه وتعالى لم يجعلنا يعني كاتبين حسنات ولا سيئات ولا محاسبين لأحد. الدين النصيحة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي يرويه عنه الصحابي الجليل أبو تميم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. اليوم تنصح أخاك المسلم أو تأمره بمعروف أو تنهاه عن منكر لا يتقبله للأسف، لا يتقبله. من تبذل له النصيحة لا يتقبلها للأسف، للأسف. والنصيحة لها ضوابط: تنصحه في السر نعم، ولا تفضحه. لذلك يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: تغمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة. تغمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة، فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. في الأخير أنصح أولا نفسي وإخواني المسلمين بأن نمتثل لضوابط هذا الشرع، ضوابط هذا الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات، إياكم والجلوس على الطرقات. ثم يقول: فإن أبيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال أولا قال: ما حق الطريق يا رسول الله؟
قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فإن لم نستطع أن نطبق هذه الوصايا الخمس فلا نجلس في الطريق، نجلس في المساجد لكي نشتغل بالذكر وقراءة القرآن، ونجلس في بيوتنا لكي نكف أذانا عن الآخرين. وفي هذا القدر كفاية. اللهم إن وفقت فمن الله وحده لا شريك له، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأستسمحكم وأعتذر على الإطالة بكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للأرواح نور تنال به السعادة والسرور.